ونذكر دائما من باب العلم، وهي جمعية البر بالمدينة المنورة من مشاريعها يعني حقيبة الطالب، وكذلك الإحسان للأرامل، للأيتام، للمساكين، لإطعام الطعام، لسقي الماء. وإن وياكم شفناها في أكثر من مشروع. هذا المشروع هو مشروع ضخم وكبير، عبارة عن مبنى سوف يشترى في منطقة الحرم في المدينة المنورة. هذا المبنى بيؤجر ثم يكون ريعة مستدام مستمر للنفقة على الأرامل، المساكين، المحتاجين في المدينة المنورة. هناك تقريبا 4 أسهم، سهم ب50 ريال فقط، سهم 100 ريال، سهم ب500 ريال، وسهم ب1000 ريال. هل يصح أن الإنسان يدفع أقل؟ نعم، بحيث أنهم يكملون واحدا على واحدة، وأي مساهمة وبإذن الله عز وجل أنها تكتمل ويكون وقف الصدقة الجارية. أستاذنكم من كل واحد ناخذ منه دقيقة حتى تنزل في دقيقة واحدة لا يطول علينا عن هذا المشروع. تفضل أبو عبد الواحد. أنا ترى عندي قصيدة للعلم. طيب عطنا الحين، نتكلم أن طال عمرك عن هذا والقصيدة ما دينا على خير. في المدينة المنورة مبنى سوف يؤجر ويكون ريعة لأعمال البر. ناخذ دقيقة من كل واحد بعد إذنكم. تفضل طال عمرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن الله جل وعلا قد يفتح للإنسان باب خير، والموفق من استغل الفرص، لأن الفرص ما تدوم، لها أوقات محددة. فإذا وفق الإنسان، إذا حصل على وقف ودفع فيه مبلغ قليل أو كثير، فهذه فرصة، وإلا أن الفرصة هذه إذا راحت ما تعود مرة ثانية. والله جل وعلا حثنا على كثير من المشاريع من أبواب الخير، لذلك قال سبحانه وتعالى وافعلوا الخير مطلق. وقال سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جزاك الله خير. أبو سلمان. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من قال صدقة جارية. جارية، نريد أن نقف عند جارية، يعني كأنه قضيته يروح يذهب ويلتهي في أمواله في أحواله، والصدقة جارية. جميل. يتقدم به السن والأجر جار، يموت والصدقة جارية. ولذلك هذا الجريان من هذه البوابات المتعددة، لأنه وقف، والصحابة ما منهم من رجل إلا وقف. هذه الصدقة الجارية متدفقة في جميع الأشياء التي سيكون وهذا الوقت فريعا لها بإذن. أبو تركي. أقول اللهم صل على محمد، ما نقص مال من صدقة. أنا أقول الواحد يعمل أي عمل أو مشروع خيري في أي مدينة من مدن المملكة نور على نور، ويأخذ أنا أقول 5 نجوم، لكن في المدينة أنا أقول لو نخليها 20 نجمة. يا سلام. لأن المدينة يقول أهل المدينة عليكم نور، يقول واحد حلفت لابني عليك سورة ما عاد تطلعون. الخير كله في المدينة، والأعمال الخير اللي في المدينة مباركة مباركة صحيح. واسألوا أهل المدينة وأهل اللي تصدق وقبل ذلك ولهم أعمال خيرية في المدينة، شوفوا البركات اللي في حياتهم. جميل، خصوصا هذا مبنى، يعني بعض المشاريع ولا أقلل منها أبدا أحيانا تكون مثلا إن شاء الله بجرها وخيرها، ودخلت المرأة بسبب أنها سقت كلب. هذا المشروع هو مبنى مستدام سوف يؤجر إلى ما شاء الله. أبو عبد الرحمن في دقيقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبو عبد الرحمن أبو سلمان قال الصدقة الجارية أو علم ينتفع به، فتجمع الحسنين الصدقة والعلم. وأثر الصدقة عظيم، سبق أن تحدثنا فيه كثيرا، حتى أن الكافر يتمنى فأصدق وأكون من الصالحين. يا سلام. يعني حتى بعد الممات وده يتصدق، فما المانع أنك تصدق الآن طالما الفرصة عندك. جيد. نسأل الله أن ينفع به إن شاء الله. آمين إن شاء الله. أبو عبد الله. أقول من العبادات العظيمة التي حث عليها السلف والخلف من علمائنا هي جبر القلوب. حسنت. وهذه الصدقة فيها جبر القلوب. شخص لا يملك مثلا أغراض المدرسة أو الوسيلة المدرسة،
فتأتي إلى طفل صغير وإلى أرملة وإلى طفل يتيم وغيره وغيره وتجبر قلبه أن يستطيع أن يذهب للمدرسة، هذه عبادة عظيمة. صحيح. إذن تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، الله يجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا، والدال على الخير كفاعل، السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ينزل كل يوم ملكان، اللهم أعطي منفقا خلفا، ما نقص مال من صدقة، وفي الأثر داووا مرضاكم بالصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم إن شاء الله من المساهمين، خصوصا هذا المشروع بالذات، لأنه مبنى عمارة قد يكون فيها شقق، محلات، معارض، فندق، اللي هو حسب عاد ما حددوه، ونشارك بما نستطيعه، ما دام ان نتكلم في العلم والعلماء، اللي بيتصدق فضل الله واسع، ينوي بها من درسه، اباءه، اجداده، عمانه، خواله، اقاربه، جماعته، ان بعد لا ينسان الله فيكم، زين، والله يوفقنا وياكم، جزاكم الله خير.